المتجشئ يقال له هنيئا. تقول بارك الله فيك: الحديث ضعيف، كف عنا جشاءك، فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة. هذا الحديث أراه ضعيفا، هذا باختصار شديد. ولا يقال للمتجشئ هنيئا أيضا. التجشؤ هو واحد يتقرع، واحد ملأ بطنه وقال ويخرج صوت، يسمونه المصريين واحد يتقرع، يعني لا أريد أن أمثلها مني يعني. فالمهم، فهذا التجشؤ ليس فيه نص ماذا نفعل للمتجشئ، لكن يقلل التجشؤ حتى لا يؤذي الناس، لأن التجشؤ يخرج رائحة الطعام التي في البطن. واحد ملأ بطنه فسيخ أو ملأ بطنه بصلا ويتجشأ، يخرج رائحة الفسيخ على الناس. فيحاول المتجشئ أن يتأدب ولا يؤذي من حوله. أما أن يقال له هنيئا، لا، ما هنيئا، هنيئا لماذا؟ ملأ المعدة، ملأ الخزان. السلام عليكم.